هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف أنه قد أصبح له درع وسيف. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنواصل احتفالاتنا مع كل المصريين باليوبيل الذهبي لاحتفالات لنصر اكتوبر المجيد ومساله معركه الوعي واللي اكد عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح في الندوه التثقيفيه للقوات المسلحه بمناسبه نصر اكتوبر، مرور 50 سنه على نصر اكتوبر واهميه الوعي لاجيالنا والاجيال اللي جايه، وخصوصا الأجيال اللي نشأة. يعني مهم جدا تعرف تاريخها وتستمد منه طاقة إيجابية وحماس لمعركة أخرى هي معركة البناء والتنمية. إزاي نشكل وجدان أطفالنا ونوعيهم تجاه نصر أكتوبر؟ احنا معانا بيشرفنا في الاستوديو الدكتورة شهيرة خليل، رئيس تحرير مجلة سمير واللي أصدرت عدد خاص عن نصر أكتوبر. دكتورة شهيرة، برحب بحضرتك معانا وكل سنة وانت طيب. أهلا وسهلا، وحضرتك طيب وكل المشاهدين طيبين وكل مصر كمان طيب. مسألة الوعي عند أطفالنا، مجلة سمير أصدرت عدد خاص عن نصر أكتوبر، الكوميكس، والأطفال دايما يحبوا سرد القصص عن طريق الرسومات والكوميكس والحاجات اللي احنا نعرفها كلها. تمام. كلميني عن كواليس أولا العدد الصادر الخاص بنصر أكتوبر خاص بالأطفال إيه؟ والحقيقه عدد اللي اصدرناه الاسبوع ده وهيبقى في السوق يوم الاحد الجاي وموجود في السوق برضو من بكره. لا ده مش اول عدد، ده العدد يمكن رقم لو قلنا من سنه 73 لغايه النهارده كل سنه بيبقى فيه عدد خاص عن بطولات اكتوبر. يعني مجله سمير لانها اعرق مجله واقدم مجله اطفال دلوقتي في مصر وفي الوطن العربي، فهي غطت الحدث نفسه، وبعد كده من حوالي 20 سنة احنا بدأنا بقى نعمل أعداد خاصة مرتبطة بالمناسبة. كل سنة بنقدم عدد خاص لأن البطولات لا تنتهي. ده حقيقي. والقصص لا تنتهي الحقيقة يعني، وكل مرة أنا ببقى متشوقة أنا وزملائي في مجلة سمير من الرسامين والفنانين والكتاب إن احنا نقول قصص أكتر ونقول تسالي ونقول بوسترز وكل الوسائل اللي ممكن نتخيلها، ورغم ذلك القصص لا تنتهي. كل سنة بتطلع قصص جديدة ونكتشف حاجات جديدة ونبتدي نقرأ وبتدي نحول ده لا إما لقصة مصورة يا إما لتسالي يا إما البوستر جميل يا إما الأشعار جميلة قيلت على مدى 50 سنة. إحنا بنشتغل على مدى 50 سنة لأن إحنا أقدم. لا يا مجلة يعني إحنا خرجت أجيال. فالفرصة حلوة إن إحنا يا إما نجيب حاجات من الحاجات اللي نشرت سابقا أو نعمل حاجات جديدة بقى مع الأطفال أو نشرك الأطفال في عملية إحياء هذه الذكرى الجميلة، هم نفسهم بإيديهم بيعملوا حاجات. بالظبط، لأن كمان طفل النهاردة في 2023 غير طفل من 2010 مثلا أو 2000 أو 2000. أكيد أكيد بقى بيكون فيه، بتعملوا حسابكم على حاجة زي كده. أيوه. تغير عقلية الطفل وإزاي بيستوعب أو إزاي يستوعب اللي المجلة بتعمله في ظل إن هو بقى ليه منافس تانية بيشوفها. طبعا يعني احنا ده يعني المفروض ان احنا اولا يعني نرجع للمتخصصين يعني بالنسبه لعدد زي كده. انا بيهمني جدا ان احنا نرجع يعني اللي بيساعدني في هذا الموضوع غير طبعا فناني مجله سمير الكبار، في لهم كل التحيه طبعا، لهم كل التحيه والتقدير جدا جدا. في مؤرخ عسكري بيقوم عظيم جميل وشاب، يعني هو بيقوم بكتابة بعض النصوص اللي احنا بنرجع مثلا نعمل كوميكس عن بطولات الجيش. لا لازم نرجع للمؤرخ العسكري الأستاذ دكتور مدحت حسن، هو اللي بيعمل لنا الشغل ده يعني بشكل غاية في الدقة والجمال، وتحويل القصص الكبيرة إلى قصص كوميكس أو قصص المصورة بشكل متقن وجميل وبسيط، لأن احنا محتاجين ان احنا النص يكون بسيط ومدعم بالرسوم. زائد ان كل فنان من فناني مجله سمير بيقدم بقى حاجه، اللي يقدم بوستر بطريقته، اللي يقدم قصه كوميكس بطريقته، اللي يقدم تسالي بطريقته، اللي يقدم تلوين. بنقدم ورشه فنيه كل اسبوع، وكانت الورشه الاسبوع ده عن الاحتفالات اكتوبر ونصر اكتوبر، فبتبقى عدد كده شامل ومتنوع انا بحبه. كلنا بنحب. انا بحبه بستناه. حضرتك واحنا صغيرين انا فاكر حصه الرسم كنا بنستنى قوي مناسبة اكتوبر.
طبعا عشان نرسم بقى بايدينا لان هي ماده خصبه لاظهار الفن الجميل، وبتبقى فيه روح تانية مختلفه عن كل المناسبات. يمكن عشان احنا حضرنا يعني احنا انا حضرت كنا اطفال وحضرنا ده فتشبعنا بيه، لكن الاجيال الجديده ما تعرفش. لازم احنا واجبنا ان احنا اللي نقول لها هذه الرساله ونقول ونتكلم عن البطولات العظيمه. انا هقول لحضرتك، كان مره الاستاذ سمير صبري العظيم يعني استضافني في برنامج وقال لي دكتوره شهيره انت ايه رايك في السوبر ناتشورال هيروز او الخوارق، الابطال الخوارق اللي زي سوبرمان وباتمان؟ فقلت له رايي وقلت له رايي العلمي يعني في هذا الموضوع. والله النهارده انا لما بنعمل العدد الخاص اللي عن 6 اكتوبر وعن انتصارات 6 اكتوبر انا شايفه ان ابطالنا خوارق، يعني ابطالنا ليهم قصص رائعه وهي قصص على الارض. يمكن الابطال الخوارق اللي احنا نعرفهم اللي هم المستوردين من بلاد كلها اخرى كلها خيال، كلها خيال وممكن يحض على العنف وكذا وكذا. لا، هؤلاء الابطال ابطال خوارق لانه عملوا بطولات لا تصدق، مستحيل. حقيقه مستحيله، رائعه، جميله. لازم اطفالنا يعرفوا الكلام ده، يا اما تقرر عليهم في المدرسه، يا اما احنا نقدمها لهم بشكل جميل في المجله، يا اما الاعلام يقوم بدور، يا اما نعمل لهم افلام كرتون بتجسد هذه البطولات العظيمه. دي نقطه كنت عايز اقف عندها، مساله افلام الكرتون بقى. هل احنا عندنا الماده موجوده وعندنا الفنانين اللي يقدروا يعملوا الفكره؟ طبعا مهم جدا ان يبقى ليهم بقى افلام كرتون بتتكلم عن زي ما بيتكلم عندنا يحيى وكنوز على التاريخ الفراعنه، لا احنا عندنا كمان عندنا تاريخ يعني مليان بالاساطير، الاساطير الجميله وبطولات جميله وبتدي صوره جميله عن مصر عشان يبقى عندهم نقوي من روح الانتماء اللي موجوده عندهم. كفايه يعني كفايه 6 اكتوبر بالظبط، كفايه يعني 6 اكتوبر ملحمه في تاريخ حديث مش تاريخ قديم. لا ده يعني بطولات غير مسبوقه واحنا يمكن تناولنا بعضها، وزي ما بيقول حياتنا هو معين لا ينضب، يعني عمالين كل يوم نكتشف بطل، كل يوم نكتشف معركه، وفي ناس مجهوله ما كانتش يعني معروفه وعرفت مؤخرا يعني منهم لما بدات الدوله تهتم بالتكريم وتكريم الابطال. وانا عايزه اقول من القاده، من اكبر قائد لاصغر جندي، يعني في حكايات كتيره، يعني البطل الواحد كل سنه لما نتكلم معاه او نعمل معاه مداخله يطلع قصص كتير. ايوه والابطال ما بتخلص، وما شاء الله يعني ربنا يديهم الصحه لسه موجودين على قيد الحياه سواء جنود او قاده. بنسمع حكايات يعني اللي تفرح واللي تضحك واللي تبكي، يعني قوي قوي. وفي حاجات غريبه يعني منهم من قريب قوي احنا عملنا عدد عن العلماء في الحرب، علماؤنا في الحرب، كان العدد كده عن القصه كان كتبها لنا المؤرخ العسكري بزاويه جديده برضو. اللي عملوا ايه العلماء. بالصدفه انا اكتشفت ان والد صديقه ليا كان هو مهندس، طبعا هو الدكتور محمود سعاده، كان ليه دور في انه عمل حاجه مهمه جدا في الحرب، وهو كان يعني والد صديقه، حتى صديقتي نفسها ما كانتش تعرف هي البطوله اللي عملها، لان هو اشتغل على الوقود اللي كان وقود الصواريخ اللي كان موجوده، ان هي كانت اكسبايرد او كانت انتهت صلاحيتها. أيوة وهو أيوة يعني اشتغل عليها مع فريق من العلماء المصريين العظماء، وكانوا شباب جدا في ذلك الوقت، كانوا لسه سنهم صغير، واشتغلوا على ده وقدرنا ان احنا يكون في وقود للصواريخ. عندنا سلاح المهندسين والاسلحه دي، المهندس باقر طبعا صاحب فكره تحطيم خط بارليف، وكان عندنا لو فاكرين الفيلم الشهير الطريق الى ايلات كاتم الصوت في يعني لا كل ده احنا عملناه في مجله سمير، يعني انا فخوره ان كل الاسماء اللي حضرتك قلتها ودكتور محمود سعاده واللواء باقي وكل كلهم الحقيقه، وصائد الدبابات وصائد الطيارات الشبح كان معانا النهارده، كان معانا الشبح اللي هو معتز الشلاوي كان معانا النهارده على في مداخله. أيوة الصعقه في طبعا ابطال حقيقة استضفتهم، يعني انا يمكن نعمل عنهم بقى في السنوات القادمه. بتراعوا طبعا جزئيه الدراما في الموضوع عشان الاطفال طبعا، اولا مش مجرد سرد للتاريخ، لا خالص. احنا بيبقى فيه بساطه، وبعدين بنجيب قصه حياته، وبعدين بتكون مدعمه بالرسوم وحياته وازاي تطور وازاي التحق بالجيش والبطوله اللي عملها بشكل مدعم بالرسم، يعني مش بتبقى الحوار بسيط، الحوار بيبقى بسيط كده عشان يبقى سهل بالظبط. الرسم بالنسبه للاطفال بيبقى اكتر طبعا من والحركه، لان الكوميكس او الفن القصه المصوره بيعتمد على الحركه، من كدر لكدر لازم يبقى فيه حركه، مش قصه تحريريه بيبقى فيها رسمه و
نص فقط. احنا عندنا كان معانا مداخله، اول مداخله كانت المقاتل حسني سلامه، يعني انا لما بحثت عنه هو تطوع في الجيش من غير ما يقول لاهله، من كتر دي مفارقه برضه. دي مفارقه يعني، زي بيقول حاجه دكتور محمود سعاده ما قالش لاسرته ولا لينا احنا طبعا يعني. وحضرتك بتقولي بنته ما كانتش تعرف، وبنته الا يعني مؤخرا جدا قبل وفاته بحاجه بسيطه جدا. فطبعا دي وغيره وغيره من الاف القصص بقى، الاف القصص اللي احنا المفروض واجبنا ننقب ونطلعها ونقدمها لاجيالنا الجديده عشان يعرفوا قد ايه مصر دي عظيمه. انتوا باعتباركم في مجله سمير ان هي المجله الوحيده تقريبا اللي هي اكثر انتشارا او اكثر شهره ومعرفه وتربينا عليها، وزميل المخرج بيقول لي انا اتربيت عليها وانا صغير، الدور عليكم طبعا كبير قوي. نوسعه ازاي بقى الفتره اللي جايه، لان احنا داخلين في معركه بناء وعي علشان لا حد يقدر يشوه تاريخنا، ويبدا الطفل من صغره يبقى عارف هو تاريخ بلده ايه، واللي احنا بنحققه ده بنحققه على اساس حصل ايه قبل كده. ده واجبنا وده دورنا الحقيقة اللي احنا لازم نعمله. بالنسبة لصحافة الأطفال هي حاجة مهمة جدا، ربما ان احنا الصحافة متبقاش طبعا عشان الموضوع الورقي بدأ ينحسر شوية. أيوة هو ده بقى، فاحنا عايزين يكون في جنب الورقي حتى هذه اللحظة، يعني احنا يعني مش عايزين نسبق الزمن. جنب الورقي يكون في مثلا صفحة على الفيسبوك، يكون في سايت، يكون في حاجات متحركة، يكون في أفلام بتعضد ما يأتي في الكتب أو في المجلات. هو ده، واحنا عملنا فعلا صفحه الافلام. انا متاكد ان الفتره اللي جايه هنشوف أكيد الحاجات أكيد. ده من خلال الشركه المتحده من خلال المجلات. حضرتك شايفه انه لازم يكون فيه نوافذ تانية طبعا، هو في خصوصا اونلاين، يعني اونلاين في وده موجود. مجله سمير ليها ليها صفحه على الفيسبوك وليها يعني مريدين على الصفحه الالكترونيه، ودي حاجه كويسه. يعني يبعتوا لنا الميل مثلا بدل ما كان بيبعت بالبريد الاول وكذا، لا يبعت عن طريق الميل او عن طريق يعني كل ما هو الكتروني بالضبط. يعني اي طريقه تواصل معاك، حتى الرسمه بيبعتها الكترونيا. احنا بنعمل ورشه على الارض، يعني ورشه بيبقى الاطفال بيجتمعوا ويرسموا، دي افضل طريقه طبعا اللي هو التفاعل بالفن. انا هحاول اوصل لحضراتكم عشان انا بنتي الصغيره غاويه رسم، فيعني خليها تيجي السبت الجاي. خلاص السبت الجاي في ورشه كل يوم سبت، كل يوم صباحا في ايام المدرسه ايام المدرسه وايام الاجازه في المقر، في مقر مجله سمير. فين؟ في سيدة زينب، في دار الهلال، مؤسسة دار الهلال. طيب. دار الهلال العريقة في سيدة زينب طبعا. طبعا. يبقى هي دعوة لأولياء الأمور اللي اتربوا على مجلة سمير وعارفين قيمتها. ولادنا برضو محتاجين يبقوا على أرض الواقع بيرسموا بإيديهم، مش تبقى كل حاجة برضو أونلاين، لأن هتفضل متعة الرسم على الورق تصفح المجلات اللي هي دي برضو هتفضل. مش عارف ده خاص بينا احنا كجيل ولا برضو الاطفال. والله الاطفال لما بيلاقوا فرصه جميله بيقروا هي والله لما بيلاقوا فرصه حلوة. انا بشكر حضرتك جدا، الوقت الفقره للاسف ضيق، لكن احنا ركزنا على نقطه مهمه جدا، الوعي عند الاطفال من خلال الرسومات او من خلال الطريقه اللي هم يفهموا بيها. الدكتوره شهيره خليل رئيس تحرير مجله سمير واللي اصدرت عدد خاص عن نصر اكتوبر، انا بشكر حضرتك جدا، نورتينا. شكرا. وكل سنه وحضرتك طيبه، واطفالنا يا رب يطلعوا كده عارفين تاريخهم صح من خلال كل الوسائل. شكرا جدا، كل سنه وحضرتك طيب وكل مصر طيبه. وحضرتك طيبه يا فندم. مهم ان احنا نهتم بالجيل اللي طالع، لان ده بيريحنا بعد كده في المستقبل لما يكون الجيل طالع وواعي وعارف تاريخه كويس جدا، من خلال نشوف هو بيحب تاريخ، بيحب يعرف منين وازاي، ونبقى معاه. فقرتنا دي خلصت، لكن لسه مكملين مع حضراتكم احتفالاتنا باليوبيل الذهبي لانتصارات اكتوبر المجيده. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم تاني.